تحية كبيرة لكم وخلصة لكم لقائنا متواصل وغمشيو مباشرة ونرحبوا بكم على 0522-46-72-50 أو 51 أو 52 أيضا 0522-88-00-60 أو 61 أو 62 وغمشيو مباشرة ناخدو معنا للا حياة من وجدة. مرحبا بك للا حياة. ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بلالا. كي داير لاباس؟ بخير دكتور احلي وصافا. اهلا وسهلا حياه. مرحبا. تبارك الله عليك في مدينه وجده. الله يكرمك. شكرا لك. شرفتونا حتى النهار. تعرف ولا ما نقول لك غير وصف بيا انا ما قدرتش نجلس لاني ما نقدرش كنت مريضه غير جيت غير هكا جيت من الفراش. مرحبا اختي حياه. مرحبا. اللي بغيت تقول لك بان كاع حتى الاعراض اللي دابا ذكرتهم فيا كل شيء الكبد ميتعاد كنت جيت على واحد المدرسه انت باش غير بالدواء اللي عطوني الاطباء خرج عليا كما يقولوا مضاعفات نتاع الدواء. منهم الهلوسه البصريه دارت لي داك لوبيوم الافيون. وي 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 دار لي الهلوسه البصريه دغنيغ واحد نغولوك نغولشيخ جاب واش عطاني حاجه غير مؤتلن عطاني واحد الدواء في لا ديكابين ولا لا ديكابين فيه دار لي دار لي الدموع في عينيا تقال فيهم العماش وتقال عينيا عاوتاني علاش كنت دايره نظر كحل. ودار لي هذا الدموع والضبابه. ولكن هذا الشيء حياه ترى طبيعي مع المرض اللي دوزتي يعني ضروري ما تاخذي هذه الادويه باش تقدو حويجات اخرين. ايه قلت لك المضاعفات المضاعفات ديال الدواء. واخا اختي مع اني كان كنت صحي كان كنت داك الشيء اللي كنقول عليه غير البارح كليت القوق وكليت هذاك الاخر كليت ما كان كل كان كل هذيك التمارات كنفطر غير بالتمارات هذه دابا في 12 عام وطر الخبز تاع القمح ولا تاي بلا سكر. واخا وكان كل غير مرقه ما كانت عشاش من 6 حتى العشيه صافي يعني كان صافي كنشرب غير الماء. انت عاد كيما ديروا الاشهار ما نذكروش الاسماء ما كيديروا الاشهار انتوما كنت قلت لكم هما كيديروا الاشهار ما عندوش علاقه بالبرنامج. مرحبا واخا غير ما نقولوش الاسماء. لا عطوني واحد الدواء ليبوبروفين عطاك هذا الكلاوي دابا عندي حتى لي كيخدموا 40% من قد ندير تاع هذاك ولاو 60% ما عرفتش كان حاير شنو كان ندير انا كناخذ كوانزيم تو 10 حتى هي عطوهاني. نعم واخا واخا انا دكتور مع اني كندير سكيل جبال الخرقوم والكيلي دابا عندي المشكل تاع الكيلي بحال هاد اللي قلت هاد لي تيزان وكل شيء واش نقدر ناكلهم ابار البابونج انا كنحيدها كاع دوك الحوايج اللي فيهم بوتاسيوم صوديوم. عام اللي فات كنت نصوم مزيانه عام اللي فات قال لك الدكتور ما خكاش صيام كولي كيد رمضان وكناخذ ديك الكورتيزول عندي تاعي هابطه كناخذ 20 ميلي غرام مع الصباح مع التسعود. واخا نخليو حياة فرصة للأستاذ باش يجاوب. لا نكملو غير ليدروكورتيزون كناخد ليدروكورتيزون 10 ميلي غرام لو ماتان مع الوحدة 10 ومع الخبزة تاع العشية 10 وليفو تيغور كانت كاع هذيك كانت محروقة كاع الغدة الدرقية دابا راه ولات تخدم كنت 150 دابا رجعت 50. واخ نجاوبو. نعم. واخ نوجهك حياة نوجهك حياة تفضل. مرحبا. نعم هو الحاله ديال الحياه انا عقلت عليها كانت من المتصلات يعني مرات ومرات فالحالة شوف اختي حياة واحد المسألة أولا كنحيي من هذا المنبر كل الناس ديال وجدة وكنحيي كل الناس يعني اللي عندهم إعاقة أنا كنسميهم دول القدرات الخارقة سبحان الله سيدي ربي عطاهم واحد القدرات اللي هي عجيبة جدا لا لي نون فويون ولا لي مال فويون كنحييهم من هذا المنبر ورحنا معكم إن شاء الله بإذن الله في كل الأمور الصحية ديالكم. حياة من الناس اللي هي كفيفة واللي عندها مشاكل صحية وجميل في حياة عندها سبحان الله واحد العزيمة واحد الإرادة واحد حب الحياة ما تصورش يعني أنا كانت فرصة في وجدة أننا في المحاضرة أنا غير شفتها عرفتها علاش لأن صوت متميز وسبحان الله واحد العزيمة راه هو الحالة ديالها لو كانت عند بعض الناس راه حالة يعني بين قوسين بعض الناس كيقول لك ميؤوس ما كاينش حاجه سميتها ميؤوس منها وحياتك كتعطي ليكزومبل اللي غنقول لك حياه شوف خليك على داك العزيمه ديالك وخليك على داك الاراده ديالك وسي فري سي فري الحياه دي هو اي دي با اي واحد فينا يقدر يطيح في مشكله ولا من المشاكل اللي انت كتعاني منها ومن خلال حياه كنوجه ميساج ورساله لكل المستمعين والمستمعات راه الصحيحه ديالكم احبابي راه ما كاينش اللي يردها لكم الا ما تهليتوش فيها علاش لان احنا كنديروا بالاسباب وحنا كناخذوا بالاسباب وكيبقى الانسان مسؤول على تصرفاته الصحيه يعني
بالحذافير ديالها. اي حاجه درتيها انت في نهارك تسائل واش غدا مع الصحه ديالي او لا ضد الصحه ديالي. تعصبتي واش غدا مع الصحه ولا ضد الصحه. كذبتي واش عارفين اخر الابحاث على الكذب. اخر الابحاث على الكذب كتقول ان الكذب مضر للصحه. قبل ما نهضروا على الجانب الديني لان الله سبحانه وتعالى اعطانا الجانب الديني باش يهدينا باش يرشدنا باش نعيشوا مزيان باش الكلام في الناس انسان لما يتكلم يعني لا 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 يعني لا لما نهضر انا في الناس لما انا كنهضر في شي واحد مضر للصحه. لما نكذب مضر للصحه. علاش؟ لان لا رياكسيون ديال لي سيلول ديالي كيكونوا دي رياكسيون نيجاتيف وكيعطيونا سموم. هذه اخر ما كاين. جهاز كشف الكاذب راه غير نقطه فوق محيط نقطه في محيط. اما التاثير السلبي تاثير لان الملائكه شنو قالت؟ ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. شوف كاين العلم والرحمه والرحمه سبقت العلم وبالتالي اي حاجه اعطاها لنا الله سبحانه وتعالى راه رحمه بينا حنايا. دونك نتايا في الحياه اليوميه ديالك انسان الا كذبت نعرف راسي كنضر صحتي الا نافقت نعرف راسي كنضر صحتي قبل ما نضر الاخر قبل ما نضر الاخر. عاوتاني على العكس الا صدقت الا عاونت الا ابتسمت وبالتالي اي حاجه من نهارك الصباح دير ان غابور ان بيلون. اي حاجه درتيها واش غدا بوزيتيف للصحه ديالك او لا نيجاتيف للصحه ديالك. الا بدينا هذا الجرد كنبداو نصفيو شي واحد كيستفزني كيقول لا انا غنتقلق شنو غنصور من مورا هاد العصبيه والو لاس طومبي. كنولي داك الساعه كنعرف ندير يعني كتولي من الكاظمين الغيظ وكتولي من الناس اللي ما كيهضروش في الناس داك الشيء هذا مستحيل ما ينعكسش ايجابيا على الصحه ديالك كما ان العكس ينعكس سلبيا. فحياه ولا الناس المستمعين هذا التونيوس هذا الموتيفاسيون هذا التحفيز لابد يكون عندنا في الحياه ديالنا. لابد كل نهار تلقى مع واحد الانسان اللي كيعطيك طاقه ايجابيه وحنا نسعى قدر الامكان في هذا البرنامج اننا نعطيو ناس طاقه ايجابيه. كل شيء كتواجهوا المشاكل والمشاكل هما لي زيبيس المشاكل هما العطريه ديال الحياه. هو الحار ياك الحار الحار حار اي بورتون بزاف الناس كيعجبهم. علاش؟ لان هذه هي الحياه وبالتالي حياه اسم على مسمى. انت خذي الطاقه الايجابيه بعد اولا من الاسم ديالك. ثاني حاجه نمشي عند المختص. الادويه راه كاين البرينسيب اكتيف وكاين اسم الدواء الماركه. نقدر انا نمشي عند المختص يكون المشكل ماشي في البرينسيب اكتيف يكون المشكل في الدواء. مثلا كاين الراس باراسيتامول ولكن الاسماء تختلف. هذا فوقاش تاخذوه ها شحال تاخذوه انت تاخذوه الاخر ما ياخذوش. هادشي علاش؟ لان ما نساوش باللي الجسم ديالنا مي كنفوتوا اكثر من جوج ولا ثلاثه د الادويه ما كاينش شي واحد في العالم يتوقع لك شنو الناتج اللي ممكن يخرج من داك الثلاثه ولا داك الجوج كيتسمى لي في كوكتيل او لا سكون ابل لي نيو برودوي مواد اللي كتخرج جديده. فحياه كملي على نظامك الغذائي كملي على حياتك الايجابيه كملي على حياتك اليوميه بما في ذلك التغذيه اللي كتهضري عليها. والتغذيه خصها شي شويه ديال الصبر بحال الخبز. الخبز خميره بلديات عجنه دابا غتخطب خا دابا ما يمكنش. بحال الزرع مثلا غنزرع انا الزرع في شهر 12 راه غنحصدو حتى شهر 6 وبالتالي. لكن اللي عارف انا هو انني الا زرعت الزرع كنحصد الزرع. زرعت الحمص كنحصد الحمص. زرعت الحاجه خايبه كنحصدها الخايب. زرعت الحاجه الزوينه كنحصد الحاجه الزوينه. ما بين الزراعه والحصاد وقت يجب انه يمر ويجب اننا نصبروا عليه. هذه هي الصحه ديالنا. الصحه ديالنا إذا سمحتوا لي آخر نقطة. الشيخ تيسو كاين ما كيبغي شي واحد صغيور يتعلم البيسيكليت يتعلم الدراجة العضلية أنا ما كنسميهاش الدراجة الهوائية بسكليطة كيبغي يتعلم البيسيكليت. اش كتقول أول نصيحة كتعطى له كيقول له شوف ما تشوفش فيما كدور الرويضة شوف بعيد. حيت إذا شفتي حداك مثلا أنت غادي سايق موتور كتشوف حداك خصك تشوف بعيد. هذه هي الصحة ديالنا. الصحه ديالنا هكا ما خصناش نشوفوا في لي با ديالنا ما خصناش نشوفوا في المشكل ديال دابا خصنا نشوفوا المشكل من بعد شنو غيكون فيه. الله يعطيك الصحه. هكا عاوتاني الصحه ديالنا ما كنشوفوش فين كنحطوا رجلينا لا كنشوفوا بعيد فين غنحطوا رجلينا.
اما فين حط رجلينا راه حطينا رجلينا. هادشي علاش كنقول الصبر ثم الصبر ثم الصبر فهو مفتاح الفرج وسبيل النجاح. مرحبا، وناخذوا معنا مكالمه اخرى. استاذ معنا هذه المره السي محمد من الدار البيضاء. مرحبا بك سيدي محمد. تفضل سيدي. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف حالك؟ دخلتش مزيان. الحمد لله سيدي، الله فيك. تفضل. عندي سؤال، عندي اسئله اللي ما عندي. البارازيت. البارازيت فين؟ في الامعاء. اييه. بغيت نعرف ما يعرف بالحنيشات ياك السي محمد. اييه سيدي، بغيت نعرف هذا المشكل ديال البارازيت. دابا في مشكل اننا كون ما كنحك شوف الله قدرك المخرج ما كيدير مشاكل ما كنعش. نعم نعم. السؤال الثاني. سؤال ثاني ديال الديابيت استاذ حليم، بغيت نعرف الله يزيد. شمن ديابيت عندك السي محمد؟ شمن ديابيت؟ كدير لها انسولين ولا الكينات؟ لا انا ما قنادتش التحاليل. دابا انا كنشحت الليسين ديالي، انا كنشحت بزاف، وحاجه اخرى كنقلش بالماء بزاف. لا شوف سي محمد، الجسم ديالك كتشحف ولا كتشرب الماء بزاف؟ نعم، لكن باش نحكم على راسي انا عندي سكري بالتحاليل الطبيه. واخا انا غادي نوجهك اخوي محمد. مرحبا مرحبا. حاجه اخرى، اخر كلمه استاذ حنين الله يجزيك بخير، حيت حتى البول كيلعب الدور عندي. اوبيزيتي. شحال عندك الوزن؟ 80 كيلو. واخا واخا. شحال السن ديالك؟ 19 عام. واخا نجاوبك ان شاء الله، نجاوبك ان شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا استاذ. اول نقطه، الأسئلة كلها مشاكل صحية مرتبطة ببعضها، حتى حاجة ما مفروقة على الأخرى. بالمناسبة نبغي نصحح واحد المسألة. عندي مترو 75، دونك سيكون فيا 75 كيلو، هادي راه ما كايناش. كاينش المسألة ديال عندي مترو 80 خصو يكون فيا 80 كيلوغرام، هادي راه ما كايناش. زائد لو بوا، كاينة لو بوا دو فورم، كاينة لو بوا فيزيولوجيك، كاينة لو بوا ريال، كاين لو بوا اللي كتشوف انت راسك فيه كترتاح. هاد المسائل هادي كامله. مي انا بالنسبه لي سكون اي حاجه عندها علاقه بلاج ميتابوليك، الميتابوليزم ديالك واش هو هذاك. زائد لو بوا مي كطلع انت فوق الميزان، هذاك الميزان راه كيعطيك على فكره. علاش؟ لان اخرها العظم، اخرها العظم. واش عندك العظم؟ ثلاثه الانواع، كاين العظم الخفيف والعظم المتوسط والعظم الثقيل. زائد لان شكون اللي كيعطيني الدقه في شحال نسبه الدو هو لامبيدونس متر. سينون الميزان راه ما كيعطي حتى شي. الميزان راه ميزان، باش ما نبقاوش نعتمدوا على الميزان. فهادي الوزن عندك زايد السي محمد، هذه مساله يعني توحي اننا غنجاوبوا على السؤال الاول. السؤال الاول اللي عنده علاقه، اللي هو طابو، كنا درنا عليه حلقه خاصه الا عقلتوا، على دوك الحنيشات. انا غادي نمشي للعالم يعني الحيوانات الأليفة ونعطي مثال ديالها، عاد نرجعوا عندنا حنا الإنسان. كتعرفوا بلي الخيول، الخيول إلا كانت خيول تعتمد على الأكل ديال الفوراج، كتاخذ الربيع كتعلف مرة مرة، ما كديرش داك الحنيشات، صافي. في حين أننا لما كنبداو نعطيو لهاد الخيول داك العلف اللي فيه المذاق الحلو، أو لك كدريسيها مثلا بالمحلي، كتمشي مثلا كدير واحد الحركة كتعطيها لا ريكومبونس. يعني خصكم تعرفوا راه كاين الفرق بين 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 العقل ديال الحمار والعقل ديال العود. العود كيدير له الدريساج، الحمار كدير له التربية. الحمار خصك تقول له شنو بغيتي بالضبط. لأن يعني الحمار هو كيصوب لنا المريرة وكيصوب هذه يعني الطريق، وذكي جدا، ذكي جدا لواحد الدرجة ما تصورش. أما الحصان لما كيبدا ياكل هذاك الشيء حلو كيدير الحنيشات، وهذوك الحنيشات كيضعفوه كيولي ضعيف. أنا دابا شخصيا نشوف حصان نعرف واش فيه الحنيشات ولا لا، وكيجيوه لي كوليك. مي كيجيوه لي كوليك اش كيقول لك البيطاري؟ كيقول لك راه فيه الحنيشات، وكيقول لك خصك تمشيه. علاش؟ لان عنده مشكل، ان الحصان مهما كان نقطه الضعف ديالو في المصران كما الانسان. فهكاك الانسان، هكاك اخويا سي محمد، حنا الانسان مين كنوليو نعتمدوا؟ لان الوزن عندك زايد سي نورمال، غادي تكون يعني خبز ابيض. انا ماشي كنلوم بقدر ما انا بغيتك تكون مزيان. فخبز ابيض، حلويات، محلي، هاد الامور هذه كامله. فهاد الشيء هذا يغذي لي بارازيت. كنبداو بالكونديدا
وكنساليو بداك الحنيشات، وداك الحنيشات مالوغوزمون كياخذوا لنا العناصر الغذائيه وكياخذوا لنا الحيويه وكيعطيونا بزاف ديال الامور. فكل ما غديناهم بالمحلي بالمحليات كل ما زاد تفاقم الامر. ومالوغوزمون كما هضر عليها شرف الله وقدر الجميع كيبدا هذاك الحكان وسيرتو في الليل وفي الصباح بكري، سيرتو في الليل. علاش؟ لان هذوك الحنيشات كيمشيو لاخر اخر يعني الغيكتوم اخر بارتي في, 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 في القولون باش كيحطوا البيض ديالهم. ولا العلاج ديالهم راه سهل، علاج كتمشي عند مختص كيعطيك علاج دعم زائد نظام التغذيه اللي خصك تبعد على كل المحليات كل المصنعات وتبدا مي تبدا العلاج تبدا واحد الصيام ديال اسبوع. علاش؟ باش نجوعوا هذوك لي باغازيت، زائد كيكون علاج في مرحلة الاولى. من بعد 15 جور الى لاحظتوا المختصين راه كيعطيوكم علاج ثاني. علاش؟ لان كنكونوا حيدنا هذوك الديدان في المرحله الاولى، وباش نقضيو على داك البيضه ديالهم من هنا 15 يوم كيتعاود العلاج وكيولي هذا المشكل هذا في خبر كان. مرحبا، شكرا جزيلا لك استاذ محمد احليمي، واكيد ان موعدنا متجدد غدا باذن الله. مشكور جزيل الشكر، كان معنا الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه.